ايه مثل الحين احنا الحين في خير ونعمه. صحيح صحيح والله، الله يدوم النعمه. الله يدوم عليه، الحمد لله رب العالمين. ايه شوف شوف لا تقلك عايب ألف مرة قايل لك أنت أنت عمرك 80 سنة. أنت عارف تعرف أول أنت إيه لأنك أكبر مني صحيح. كمل كمل يا عمي إبراهيم كمل. إيه وأول ما عندنا هالحاجات بيتزا ما بيتزا هالحاجة إيه إيه مو شوف 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 نعمل اللي عندنا أول أول لا سوى العجينة ما بنت عارف تسوي العجينة أنت ما تعتا بيض ما تعتا تسويها كم عرفك خلي يسولف يا عمي ابو علي شفيك زين كمل 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 يا عمي ابراهيم كمل زين ايه وبعدين هناك في رمضان في رمضان حبيب قلبي سمعت يعد حمى يعني لا سوى القصاب لحم خلاص يبيع كله اللي عنده الحمى يبي بكره الحمى ياخذ له خوصه وشكها كذا ويعلقونها ملحونها ويعلقونها لا يوم ثاني ايه ما تخترب ما في ثلاجات ما تخترب اي ما في ثلاجات قابوا ويعلقون لهم ثاني بكره يطبخونها عادة وانت مريضي ملينا من هالجلسة لا شويها لا قهيوة قاعدين لنا رمضان قديم ورمضان جديد رمضان كأكل والجديد بياكل سوالف الطيبين سوالف الحلوة إيه ما عليه ما أجدادنا وبانا عاشوا فيها ما أدري عنه جايين اليوم وبيسوي لنا قرقعرة جيب لنا شوية جيب لنا قهوة اسكت ما بخوف لا بقى قهوة بعالي حالك حالنا خلاص خلاص قوموا سووا ما هنا قهوة خل واحد بالريجة ما هنا ولا شيء جبنا قهوة اشرب ما طلب جبنا شاي وانا. اشرب ولا اقلب بوجهك هذا البوك ولا بريضي ما له شغل هنا معالي بريضي ما طلبنا ما طلبنا الا قهوة ان شاء الله طلبنا شويها بس جبنا ما قلنا شنا بشي ثاني ان شاء الله ايش معالي طبت فيني خلاص خلاص شب بس تقول شب شب تعال نسوي شب ولا كلب شب ما تمشي واللي جبته ذاك اليوم انا ذيك اللي فيه ريحه الهيل تضرب راسك اللي قلت لي خلي خاصه ايوه هذا حق الضيوف الخاصين والله يحبك يا زينك بعد امري بعد امري بعد امري قهوه انطرد عشان قهوه لا لا ما تنطرد محشوم ما عليك من محشوم استريح 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 يا اخوي سامي استريح